بحري مباراة ساجرادا. ولكن عندي سؤال قبل ما اتكلم عن ساجرادا. محمد طارق تعرض لانتقادات كبيرة جدا الفترة اللي فاتت وبعد مباراة المصري كمان. طب هل بتشوف انه اتظلم في اللعبة دي، انه في مكان مش بتاعه، خصوصا انه المساك الاساسي لمنتخبنا الوطني الاولمبي، ويمكن المنتخب الوطني دايما بيستدعيه الاولمبي، تقريبا هو اساسي، هو اساسي بيلعب منتخب اساسي مصر الاهلي، لعب وهي اساسي اللي في عمل كاس البطوله الامم الاخيره في كاس الامم، كان مميز جدا. واولمبيكس ان شاء الله هيكون موجود. فاتظلم لانه خليني اقول لك على حاجه، انا بشوف محمد طارق لعيب، لعيب كويس جدا، لعيب بيسموه سكواد بلاير، اللي هو لعيب مجموعه لازم تستفاد منه. انا بشوف ان هو عنده مميزات كتير جدا. اولا يقدر يلعب لك سيرد باك، لو بتلعب بثلاثه سيرد باك ناحيه اليمين، يقدر يلعب لك باك رايت يمينه، يقدر ان هو يلعب في مركز في الاربعه ولعبها مع المنتخب الاولمبي، يقدر يلعب، عنده سرعات. انا بشوف ان محمد طارق، انا ما بحبش كلمه ناشئ على السن ده، لان لا ناشئ ده خلاص 17 انتهت دي. 18 سنه. انت كلاعب وارد جدا انك تتعرض لانتقادات، ده احنا شفنا كريستيانو بيتصفر عليه في سانتياغو برنابيو، فلا هو وارد جدا ان ممكن بعض الجمهور يشوف ان محمد طارق هو اللي تحمل المسؤوليه، بعض التاني ممكن ما يشوفش. انا بشوف ان لا، هو هنا انا برزت مثلا الحالات، انا ما جبت سيره محمد طارق ليه؟ لان اللي حصل هو مشكله مجموعه وليست مشكله فرد، يعني انت ما خسرتش او الثلاث نقاط اللي خسرها نادي الزمالك بسبب محمد طارق، لا، انت عندك مشكله في بناء اللعب، هي مش اساسها اللي معاك كوره اللي هو غلط محمد طارق، لا، عندك طبيعه لعيبه نادي الزمالك عندهم حته فكره اللي هي التحرك من غير كوره. فانا بشوف ان هو شويه الجمهور بيبقى زعلان، لازم اللعيب يمتص الجمهور، جمهور الكوره عموما بينسى، جمهور الزمالك ذواق، هيتلاقيه المباراه القادمه لمحمد طارق اول ما يبقى موجود في الملعب ويعمل تشجعه مباراه دايما. كويسه، هتلاقي ان جمهور الزمالك اول واحد بيشيد بيه، يقفل ودانه، ما فيش مشكله خالص. وعموما الزمالك، جمهور الزمالك اصلا مجرد الفوز المباراه القادمه باذن الله، تلاقي مباراه المصري دي انتهت اتنست انتهت والصفحه واتقفلت يعني.